مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. أصبح حلم تنظيم كأس العالم أقرب إلى الحقيقة للمغاربة بعد التصريح الذي خرج به لجاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لوسائل الإعلام السويسرية يوم أمس الخميس، حيث قال أن كأس العالم 2026 ستنظم في أكثر من بلد. وأضاف إنفانتينو أنه يفكر في منح شرف تنظيم كأس العالم لأكثر من دولة لإعطاء فرصة أخرى لمجموعة من الدول التي تقدمت بملف ترشيح لتنظيم أكبر حدث كروي في العالم وعلى رأسهم المغرب. وفي خبر آخر، قررت إدارة فريق اتحاد طنجة لكرة القدم دعوة مهاجري جنوب الصحراء المقيمين بالمغرب لحضور مباراة إياب الدورة التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي جمارك النيجر بالمجان. ومن المنتظر أن تعرف المباراة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل في الساعة 6 مساء حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة بعد هذه البادرة الطيبة التي تؤكد دور الرياضة في توحيد الشعوب الإفريقية. قال محمد الربيعي البطل المغربي في رياضة الملاكمة بخصوص ما وقع له في نزاله الاحترافي بالدار البيضاء أنه يفضل أن يلعب نزالاته المستقبلية خارج المغرب، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء النزال بعد 48 ساعة على خوضه. ودوليا، بدأت حكومة مدينة طوكيو اليوم الجمعة في جمع الأجهزة الإلكترونية العتيقة والمهملة بهدف المساعدة في صناعة الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تحتاجها البلاد خلال عملية استضافة أولمبياد 2020، حيث ستصنع الميداليات من المواد المعاد تدويرها. بهذا الخبر قد نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز. مشاهدينا الكرام، ترقبوا الموجز الرياضي القادم رفقة رشيد محمودي. هذا محمد بوحوشة يحييكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.